قبل ما اخش في الزمالك هو فتوح على فين؟ بس كانت سيف هو عشان بس الموضوع ده بحث قتل بحثا زي ما بيقولوا يعني. فتوح انا عارف ان انت من اخر قعده بعيد القعده اللي كان فيها فتوح وكابتن حسين لبيب وما انت خدته ورحت قعدته وبتاع، انا عارف ان انت ساعتها انا يمكن من بعد القعده بعدت شويه لاسباب. طب القعده ما خلصتوش ليه يا كابتن؟ هو اخر قعده دي يا كابتن سيف كانت الامور مشدوده جدا جدا. كانت بعد المشكله بتاعت ماتش زد، وكان في قلق كبير جدا ما بين النادي وفتوح. طب الخلاف كان فين يعني، في ارقام ولا في ايه؟ لا هو الارقام مش بص، في ناس كتير قوي بتقول ارقام كتير قوي. وانا بصراحه يعني مش عايز اتكلم في ارقام خالص خالص، لاني مفيش واحد طلع الرقم مظبوط لا في الموسم ولا في منحه التعاقد. لا منحه التعاقد 45 مليون، اتحداك زي ما انت عايز يعني، قول بقى اللي انت عايزه. العقد السنه 20 مليون، معلش يعني طيب. اعتبرني كنت قاعد. ما هو انا بقول لك والله ما في حد لحد دلوقتي الرقم مظبوط. ما انا قلت لك رقم، في ناس مش مظبوط. سمعتوش ده؟ مش مظبوط. ممكن يكون الرقم الاولاني انما الثاني لا. كابتن انا بقول لحضرتك الرقمين كربونه. طب على ضمانت انا بقى، على ضمانت انا ولا ومفيش 45 20 انت ادرك الرقم اللي ممكن يحصل فيه حركه. بس والله هقول لك اهو الرقم اللي ممكن يحصل فيه حركه، ال 20 ممكن يبقى فيه حركه، 45 ما فيهوش حركه. ماشي انا برضو بعيد عن الارقام عشان بس ما نحطش. طب هو دلوقتي نعتبر ان 45 الزمالك كان قريب ولا بعيد؟ الزمالك في اوقات كتير جدا كان قريب. بس الموضوع بيبعد، لان المشكله ان في فتوح نفسه عايز يقعد. لو مش عايز يقعد ما كانش قعد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه مع النادي. وكان لو هو زي ما الناس بتقول، ولحد النهارده كان سيف لا فتوح قعد مع حد ولا فتوح اتكلم مع حد. حتى يمكن الكلام اللي اتقال قبل كده عن نادي زد والكلام ده كله كان ممكن عن طريق وكيله، عن طريق في طبعا في زد انت ادرى. لا ده انت ادرى. لا لا يعني لا لا في موضوع فتوح. لا يا كابتن انا هنا مش هناقشك يعني، هنا كل اللي انت تقوله صح. ماشي هناقشك في الزمالك. زد انت ادرى. الزمالك انا ادرى. الزمالك هو ادرى. انت بزد انت ادرى. اتفضل يا كابتن. ماشي. فالفكره ان فتوح قعد ومتفق ومخلص مع حد، الكلام ده كله محدش يقدر يمضي فتوح الا بعد شهر يناير. صح ولا الكلام غلط؟ مظبوط. فكل الكلام كان الاستهلاك المحلي. حتى الارقام اللي بتتقال للاستهلاك المحلي. فكره ان فتوح محتاج، بس بعض الناس حاسه كابتن ان كلام حضرتك ان فتوح عايز يقعد في الزمالك ده كلام للاستهلاك المحلي. بعض الجمهور شايف كده. ليه؟ لان الجمهور بقى حاسس ان، على فكره كل احترام لكل لعيبه، لعيب النهارده احتراف عقد مع حضرتك الرقم هتمضي، معكش الرقم مش هتمضي. شفنا ده في الاهلي، شفنا ده في الزمالك، شفنا ده في انديه كتير. مفيش لعيب النهارده عايز يقعد غير لو يكون في ماده. تمام. طيب خلينا نتفق يا كابتن سيف برضه في النقطه دي، ان انا هتكلم كطارق السيد بلاش هتكلم عن موضوع نادي الزمالك والمفاوضات والارقام والكلام ده كله. انا هتكلم وجهه نظري. فتوح لعيب دولي. صح. نادي الزمالك محتاجه. صح. الولد لازم يفهم ان في مجلس اداره قوي غير الايام اللي فاتت، الامور مختلفه، مجلس واخد قرار. دلوقتي في مجلس قوي والايام اللي فاتت كان في مجلس قوي برضه بتكلم في نقطه تاني خالص اللي هو ايه؟ ان في قرار متاخد. فلازم انت يبقى فيه فهم للقرارات اللي اتاخدت دي. طب اتاخدت ليه؟ فتوح غلط في فتره من الفترات غلط. انا عايز منك نصيحه نقفل الموضوع ده. يعني يا تدي فتوح نصيحه يا اداره الزمالك نصيحه. للاثنين. تقول لهم ايه؟ لازم الوجهات تتقرب. لازم. لأن يعني اداره الزمالك تديله الرقم ده؟ ده ابن النادي وغلط. صح. ابن النادي. هو انا هخش في الحوار، بس هو ابن النادي وغلط. هو دلوقتي هو ابن النادي وغلط ولا العقد؟ يعني انت دلوقتي انا حاسس ان هما النقطتين واحد. لا مش واحد طبعا. واحد. انا غلطت دي حاجه. ان انا امضي عقد انا معايا دلوقتي في خمس قروش، يعني احنا هنقدر نديك الخمس قروش ديت. انت عندك عرض سبع قروش، فانت بتمطل معانا عشان توصل للسبعه ولا الامور ايه؟ انا برضو مش انا مش هتكلم في يعني. هو موضوع ابو الفتوح انا شايفه ايه؟ لولا نادي الزمالك انت عمره ما حد كان هيتكلم عنك. لولا نادي الزمالك لبسك التيشيرت دوت عمرك ما توصل منتخب مصر. لازم تعرف الامور دي. لازم ابو الفتوح يبقى عارف الامور دي. لولا نادي الزمالك عمرك ما كان حد هيعرفك غير ابوك وامك واصحابك اللي في المنطقه.
فلازم تبقى عارف ان نادي الزمالك ده ليه فضل عليك، لازم تتنازل عن حاجات كتيره. فهنقعد بقى نقول لابو الفتوح يمدي الزمالك كذا؟ لا، انا صراحه الواحد بينفعل لما دي وجهه نظرك ايامك يا حسن. لا، الواحد بيشوف حاجات بيعملها. الجيل دلوقتي يا كابتن سيف مختلف يا جماعه، انتوا لازم تفهموا جيل مختلف، تتعاملوا مع جيل مختلف، عقليات مختلفه. لازم تقدر النادي، لازم تقدر النادي، لازم تحب النادي علي شويه. ابو علي، ابو علي، مش كل حاجه الماده. على فكره انت تموت بكره. على فكره انا ما بدافعش عن فتوح، فتوح غلط، وفتوح لازم يبقى فاهم ان نادي الزمالك اكبر من اي حد، اكبر من اي لعيب في مصر. انت لو صاحب قرار تقول لاداره الزمالك تدبر فلوس فتوح بالارقام دي؟ لا، انا ما اقدرش اخد قرار مجلس اداره. لا لا لا، انا بكلمك انت وجهه نظر. هم ادرى يا كابتن، انت وجهه نظر. خد بالك كابتن سيف، عارف لو في ظروف غير الظروف الموضوع هيخلص. لو في ظروف غير ظروف نادي الزمالك دلوقتي، لان انا عارف في ظروف نادي الزمالك صعبه جدا جدا جدا. طيب انت شايف ان فتوح يفيد في الاهلي؟ لا، هو لعيب كبير، عشان بس ايه بعيد عن النقطتين اللي انا قصتهم دولت. لا، هو لعيب كبير، لعيب في يروح اي مكان هيضيف حاجات كتيره. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. احمد ابو الفتوح الموضوع قتل بحثا زي ما قال الكابتن طارق السيد، لكن هو القصه كلها لازم نقرب المسافات. انت نادي الزمالك عملك وانت لعب كويس، انت جه وقت رد الجميل. الكلام ده لو كلام زمان او الكلام ده اتلغى من الكوره، والكوره دلوقتي لغه البيزنس او لغه الاموال زي ما بيقولوا، يبقى هو دلوقتي خمسه ببصل وبصل بخمسه. بما معنى الكلام ان دلوقتي انت دلوقتي المتاح عندي 10 قروش، ينفع معاك ينفع ما ينفعش معاك، يبقى احنا نقرب المسافات. وخليك واضح وصريح ودغري، لو انت باصص لها بزنس او ماده فقط لا غير. لكن انت لو باصص لنادي الزمالك عملك وجمهور نادي الزمالك والزمالك وداك منتخب مصر و و و و و، يبقى الحاجات دي احنا هنقرب المسافات. هنقرب المسافات ان انت تعتذر عن مغادرة المعسكر، نتكلم في ارقام قريبة نقدر نادي الزمالك يدفعها. لازم تبص لظروف نادي الزمالك، ولازم نادي الزمالك يقيمك كويس. الكلام ده لو يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لو ما فيش نية للخير ربنا بيوفق. في نيه للخير ربنا بيوفق، مفيش نيه للخير ربنا مش هيوفق. هيبقى كل واحد لحاله. يبقى هو نادي الزمالك لازم يبقى عارف قيمه فتوح، وفتوح لازم يعرف ان الزمالك بيمر بازمه ماليه وازمه اقتصاديه وازمه ضغوط كتيره جدا على نادي الزمالك. هي القصه كلها عشان الامور تبقى واضحه وصريحه، وخير الكلام ما قل ودل. وطارق السيد قال ان قوة قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك هو المسؤول عنها. وأسمع رأيك في الكومنتات، ورب الحلقة تكون عجبتكم. دايما كل جديد على قهوة الخواجة، تحياتي أحمد الخواجة.